هاي يا جماعة، ازيكم؟ كيف عاملين؟ مشتاقين شوق شديد. انا سوسن مختار، لكل الناس اللي ما بتعرفني، ودي قناتي زولة السودانية عايشة في الهند. بحاول اصور لكم فلوجات عن الهند، عن الاماكن الموجودة في الهند، سواء كانت سياحية او مستشفيات، حاجات زي دي. فلو كنتوا بتحبوا النوع ده من الفيديوهات او عندكم الرغبة انكم تجوا الهند، فيا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وكمان تفعلوا الجرس عشان تصلكم كل الفيديوهات الجديدة. اليوم يا جماعة حاخدكم معي لأكبر مول في الهند. عارفين يعني شنو؟ The biggest mall in India. المول ده هنا في حيدرباد، اسمه سارات سيتي كابيتال مول. هو موجود في المدينة بتاعت التكنولوجيا هنا في حيدرابات، اسمها هاي تيك سيتي. لكل الناس الموجودين هنا بيعرفوا. في الليل ان شاء الله حنمشي نعمل استكشاف للمول كله، وحنقول لكم ان شاء الله. حاول انه اصور لكم جزء كبير من جولتنا هناك، بس اكيد حنستمتع في الاول. فما تنسي يا جماعة تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان تصلكم كل الفيديوهات الجديدة. ليتس جو جماعه. احنا خلاص جينا المترو ستيشن عشان ما نركب المترو ونمشي لسارات سيتي كابيتال مول. ان شاء الله يا رب تستمتعوا معي في الرحله، اوريكم شكل المترو من فوق. وكمان يا جماعه انا ما براي، معي صحباتي الحلوات حيمشوا معانا. هاي حتتعرفوا عليهم سليمة ورباب، ماي بيست فريند يا جماعه. سو متحمسين صح؟ اكسايتد. طيب يا جماعه، وكمان معانا ماي بيبي محمد. هاي حنمشي كلنا يا جماعه. ان شاء الله يا رب تستمتعوا معانا. ويا جماعه بليز اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا ليتس جو. طبعا احنا عايزين نقطع على التكت عشان ما نمشي هاي تيك سيتي. فيا يعني ده شكل الستيشن، مترو ستيشن هنا. ده المترو الداخلي اللي بيربط حيدرابات كلها مع بعض، فمتحمسين شديد. قطعنا التذكرة وحنمشي نركب المترو عشان ما نمشي هاي تيك سيتي لسارات سيتي مول. شايفين ده كله من هنا، ده كله المول، فكبير جدا جدا. فخلونا نشوف يا جماعة. زي ما قلت لكم نحن خلاص وصلنا للمول،
زي ما شفتوا قدر شنو هو كبير شديد.